أفضل وأحسن 7 طرق لتنظيف البشرة بمساعدة أرخص ما تجود به الطبيعة. إليكم طريقة تنظيف البشرة الأمثل. في هذا المقطع سنقدم أشهر الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تنظيف البشرة وتعقيمها من دون اللجوء إلى المنتجات والمستحضرات التجميلية والتجارية. أولاً، تنظيف البشرة باستخدام الحليب. لطالما اشتهر عن جمال الملكة الفرعونية نيفرتيتي واهتمامها بكل ما يخص البشرة، وقد عرف عنها استخدامها المبذر للحليب لأجل الحفاظ على جمال بشرتها ورونقها. فهل بالفعل يوجد للحليب كل هذه القيم الجمالية؟ هذا صحيح، إذ أن حمض اللاكتيك الذي يحويه الحليب يعمل على تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة. أما البروتين والدهن الذي يحويه الحليب فله دور في ترطيب البشرة وتليينها. الطريقة: قومي باستخدام الحليب الكامل الدسم الفاتر، واغسلي وجهك به مع التدليك بأطراف الأصابع. بالإمكان استخدام القطن ومسح الوجه بالحليب. اشطفي وجهك بالمياه الفاترة. في حالة معاناتك من البشرة الجافة، بالإمكان إضافة البيض وصنع خليط يدلك على البشرة. في حال امتلاك بشرة حساسة، قومي بإضافة خلاصة الصبار الألوفيرا ودلكيه على البشرة. ثانياً، تنظيف البشرة بماء الورد. لطالما اشتهر عن ماء الورد استخداماته الجمالية المختلفة، فهو يستخدم لتنظيف البشرة وتعقيمها وترطيبها وإنعاشها، كما واشتهر عنه استخدامه في علاج حب الشباب وبثور الوجه. الطريقة: قومي بتغميس قطنة بالقليل من ماء الورد وامسحي وجهك بها للتخلص من بقايا آثار المكياج والأوساخ الراسبة، فهو سيكون بمثابة المطهر والمعقم للبشرة بالإضافة للترطيب. أما لمن يعانون من حب الشباب والبثور، فيتم خلط القليل من عصير الليمون مع ماء الورد واستخدامه. ثالثاً، تنظيف البشرة باستخدام الأوليفيرا. تشتهر الأوليفيرا ومستخلصاتها الهلامية بكونها تحتوي مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات المختلفة، ولها استخدامات جمالية عديدة، إذ بالإمكان استخدامها في تنظيف البشرة وخاصة الحساسة، إزالة آثار المكياج عن الوجه والعيون، ويمكن استخدامها في علاج البثور وحب الشباب. رابعاً، تنظيف البشرة وتعقيمها بالعسل. لطالما اشتهر العسل بفوائده الكبيرة للجسم، ومن أشهرها اعتباره كمضاد حيوي قوي وفعال في مواجهة الطفيليات والميكروبات. ومن هنا يأتي دور العسل الكبير في تنظيف البشرة وتعقيمها، إذ يعمل العسل كمطهر ومنظف للبشرة، ويمكن استخدام العسل لوحده وتطبيقه على البشرة مباشرة أو خلطه مع الشوفان مثلا أو خلاصة الألوفيرا. ودلك بشرتك بأطراف أصابعك ومن ثم اشطفه بالماء. خامساً، تنظيف البشرة بالخيار والزبادي. بخلط عصير الخيار أو خليط الخيار المهروس بالخلاط مع اللبن الزبادي وقليل من الماء، ستحصلين على وصفة رائعة تساعدك على تنظيف البشرة وترطيبها وإزالة البقع والتصبغات وتفتيح لون البشرة وعلاج الهالات السوداء حول العينين. سادساً، تنظيف البشرة وتقشيرها باستخدام الشوفان. هنا قد يشتهر استخدام الشوفان وبشكل خاص مسحوق أو دقيق الشوفان للبشرة الحساسة، إذ يعمل الشوفان كمنظف ومقشر لطيف للبشرة. الطريقة: استخدمي دقيق الشوفان واخلطيه بالماء أو زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت السمسم. قومي باستخدام العجينة الناتجة وتطبيقها على الوجه. دلكي بلطف وبأطراف الأصابع، ويمكن إضافة خلاصة الألوفيرا لمن يعانون من حساسية البشرة. ثم اغسلي وجهك بالماء واحصلي فورا على بشرة ناعمة الملمس ونظيفة. سابعاً، تنظيف البشرة وتقشيرها باستخدام خليط السكر وزيت الزيتون.
قومي بتجريب الخلطة الآتية ليس على بشرة الوجه فقط، وإنما على كافة أنحاء الجسم، وراقبي النتيجة. شكلي عجينة من السكر وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند وعصير الليمون، وقومي بفرك جسمك بها، ومن ثم اشطفيها بالماء. وإن لم تكن بشرة وجهك من النوع الحساس، فبإمكانك دلكها بلطف عليه مع تجنب منطقة العينين. بالفعل تثبت نتائجها على خلايا البشرة المختلفة، وتساعد في علاج حب الشباب. إذن دللي نفسك وبشرتك بهذه الوصفات وبأقل التكاليف، ولاحظي الفرق. إذا أعجبكم المقطع فقوموا بالضغط على زر إعجاب، وقوموا بالاشتراك لكي يصلكم كل ما هو مفيد لصحتكم.